لو سمحت بعد اذنك. نعم. عماد ليه موجود في مكتبه؟ انت مالك يا كلب؟ انت هتستعبط؟ والله مش هستعبط ولا حاجه يا باشا، انا خد وجهه نظر. انت ترد على قد سؤالي بس. حاضر سعادتك، تمام سعادتك، ماشي ماشي. كمل مع الواد ده في مكتبك يا شيخ بيه لحد ما اشوف الضيف اللي بره. تمام يا عماد باشا. خد يا ابني الواد ده على مكتبه وانا جاي وراك. امرك يا باشا. الشبشب على خالص. خليه اتفضل. اهلا يا دكتور سليمان، ازي الصحه؟ عماد بيه، ازي حضرتك؟ الحمد لله. تشرب ايه بقى؟ لا ولا حاجه، متشكر جدا الحقيقه. كنت قصدك في خدمه صغيره كده. اتفضل يا دكتور، اتفضل. طبعا لو في ده مش هتاخر. متشكر جدا. والله انا بدور على طارق بيه الشاذلي من الصبح وموبايله مقفول طول اليوم، وانا الحقيقه كنت نسيت ان انا اخد منه رقم التليفون بتاع البيت، فقلت اكيد حضرتك اكتر واحد ممكن تساعدني ان انا اوصل له بسرعه. انا عاوز ابلغه ان طارق بيه ملوش علاقه باي حاجه حصلت. القرار جاي من مكتب النائب العام. قرار ايه يا عماد بيه اللي جاي من مكتب النائب العام؟ الله، وحضرتك ما تعرفش ولا ايه؟ ما عايز تتكلم مع النيابه في ايه؟ لا الحقيقه انا كنت عاوز طارق بيه الشاذلي علشان ابلغه ان انا توصلت لخطه ذكيه جدا. خطه ايه يا دكتور؟ دكتور، النيابه اصدرت قرار بضبط واحضار بنت حضرتك، ومليون في الميه هتحبسها 4 ايام. ايه؟ حاج بتقول ايه يا عماد بيه؟ يعني حاج قبضت عليها فعلا؟ مش انا اللي اتكلفت بالمهمه دي. رئيس إدارة البحث الجنائي اتكلم بيها رائد من المديرية وزمانه بينفذ دلوقتي. ايه اللي حضرتك بتقوله ده؟ ازاي الكلام ده حصل؟ اذا كان طارق بيه بنفسه وعدني ان حضرتك ما قلت لحضرتك طارق بيه ملوش اي ذنب في اللي حصل. ما ذنب مين؟ مين السبب في قرار زي ده؟ مراتك يا دكتور. انا؟ حضرتك بتوجه لي انا الكلام ده؟ انا ما اقصدش حضرتك بالتحديد، لكن بوجه كلامي لاي حد، اي حد يعترض التنفيذ. وده لاني في جميع الاحوال هنفذ، مش هنوب سعادتك الا اتهام جديد بتعطيل قرار سيادي واعاقه عمل الامن. وانا احب اوضح لسيادتك جزئيه صغيره قوي. اولا ما توضحيش حاجه يا ماما. ملوش لازم الكلام ده. انا جاهزه حضرتك ولبست هدومي. ممكن تسكتي خالص؟ يا ماما ارجوكي كفايه بقى. انا قلت لك على احساسي وانت ما صدقتنيش. سيبيني بقى اروح في داهيه واخلص من العذاب اللي انا فيه. راحت للنائب العام. مساعد وزير الداخليه. وثلاث نواب من اكبر واقدم اعضاء المجلس، وحسين الطهاوي بتاع الامن القومي، وامينه المجلس الاعلى للمراه. مين الناس دي كلها؟ وهي عرفتهم منين وازاي؟ يعني ايه ازاي؟ حضرتك ما عندكش فكره عن حجم العلاقات اللي عاملاها الدكتوره شهناز رستم ولا يا دكتور؟ وهي لما تبقى واصله للدرجه دي يقوموا يحبسوا بنتها؟ ده بقى مسمار جحا يا دكتور سليمان. الدكتورة شاهناز ما كفاهاش ان القضية حرقة ومسمعة في البلد كلها. راحت تدق على كل باب مكهرب والصحافة ما بتتنقلش من جنبه. على تصور منها ان ضخامة علاقاتها هتشفع لموقف شهد وهتساعدها في حل القضية. وده مع احترامي يا دكتور تفكير في منتهى السذاجة. لأن مفيش قيادة واحدة من اللي راحت لهم هتسمح لأي اتجاه في الرأي العام يقول إن دم الراجل راح حضر، وإن المتهمة الوحيدة في القضية قاعدة في بيتهم علشان مامتها فلانة وباباها فلان. فكان لازم يشددوا الإجراءات. يعني بعد ما كانت الإجراءات ماشية زي أي جناية قتل، مرات حضرتك حطت الملف كله تحت عدسة مكبرة عشان العيون كلها تشوف بوضوح وتمسك لنا على واحدة. اتفضل يا دكتور. لا ابدا، بس حضرتك عارف ان القضايا دي بتبقى حساسة شوية وحواليها وش كتير. لا والله يا ريس، انا مغير المسائية بتاعتي النهاردة وجاي مخصوص عشان القضية دي. ربنا يسهل بإذن الله. تؤمر يا معالي المستشار. مع ألف سلامة. مع السلامة يا ريس. أمورني سعادتك. أمورك بإيه؟
والله ما انا فاكر. باي حاجه تأمرني بيها يا طارق بيه. اه هات لي قهوه دبل، دماغي هتنفجر. تحت امر سعادتك. كابه واخد على الاخر ومبقاش ليها اي حل. يا سلام، اما لو حل لي مشكله بنتي دي يا استاذ سمير وكتاب الله المجيد لكون عامل حاجه. يا عم اتخرس بج اتخرس بج، هو انت ما اتقرصتش باللي حصل؟ خلاص توبي توبه وكتاب الله المجيد توبي، خلاص خلصت اهو. يا سعد. نعم يا مولانا. خليك مكان. حاضر حاضر يا مولانا. من اللي عرفك على الشيخ حسان بتاع دمنهور؟ الشيخ حسان؟ سبحان الله، هو انت كمان عارف؟ رد يا ولد بطل رغي، انا مش فاضيلك. الحاج بدوي عدم المغزى جارنا في الكفر، هو اللي دلنا عليه وقال لي انه يعني. لما رحت للشيخ حسان قلت له مشكله بنتك والدكاتره اللي حيرانين فيها؟ ايوه طبعا، امال انا كنت رايح له ليه؟ وقال لي ان المشكله دي كذاب. الله اكبر، ما هو بنتك ظهر من سنتين يا سعد، وانت بتتردد على الشيخ حسان بقالك اربع سنين كده ولا لا؟ كده يا مولاني وكتاب الله العظيم كده مظبوط. يبقى انا كده بضيع وقتي وبصغر نفسي مع خدامي عشان ولد تافه وهنفوت ومريض زيك. ايوه انا تافه وحمار كبير قوي 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 يا مولانا. وغرضك ايه من واحده يا ولد؟ ان كنت خايف تبوح بسرك وتعري نفسك قدامي وتقول انك شغال مع الشيخ حسان في كشف الذهب والمساخيط، انا مسامحك. هرسه لانك استغرب، والغريب مهما كان برضه ملوش امان إنما يستخفي لك شيطانك ويضحك عليك ويصور لك إن هالفوت زيك أنت يقدر يمتحن الشيخ منظور ويختبر كراماته. ده أنا مش هأذيكوا بس، ده أنا هخرجك قدامي. ارحمني ارحمني يا مولانا، أبوس إيدك ارحمني وسامحني، ارحمني وكتاب الله أنا خدامك خدامك من أما تكون يا مولانا. فريد كمارة، يا خبر اسود، ايه اللي انت عملته ده يا دكتور؟ اكبر نصاب في مصر القديمه ويمكن في القاهره كلها، ازاي تورط نفسك مع نوايا زي دي؟ انت لو شفت ملف الواد ده في الداخليه مش هتجيلك الجرأه تسلم عليه، مش تتفق مع اتفاق منايل زي ده. يا بهوات افهموني بس، مفيش داعي ان حضراتكم تتخضوا قوي كده، الواد ده اصله صاحبي من زمان. صاحبك مش صاحبي يعني بالمعنى المتعارف عليه ان انا بروح له وبيجي لي وبنسهر مع بعض، لا طبعا، يعني هو كان لجأ لي وانا بمر صدفه في مره في مستشفى الصدر، فربنا قدرني وقدرت ان انا اطلع له قرار بعلاج امه على نفقه الدوله، وقفت معاه يعني موقف كده ما علينا. المهم بس اللي انا عايز اقوله لحضرتك انه العيال دي بغض النظر عن سلوكها الاجرامي ما بتنساش ابدا مواقف الجدعنه والشهامه اللي بتتعمل معاها، ومستحيل يغدروا دول يغدروا الأنبياء والأولياء والصحابة. جدعانة يا دكتور، انت عايز تعرفني بناس اشتغلت عليهم 20 سنة من عمري؟ ده كلب من دول يبيع صوابع ايديه عشان 50 جنيه. اسمح لي يا دكتور، ده كلام انش مالوش اي معنى، يتقال في فيلم عربي في اغنية شعبية، لكن مستحيل اقبله فرطة زي اللي انت فيها دي. بعدين انا عايز افهم حاجة، حضرتك كلفت نفسك التكاليف العظيمة دي كلها وجبت شيخ من البلد واد صايع نصاب من الدويقة ومهندس ديكور وخبير مفرقعات وماكير وعملت لي الفيلم الاجنبي ده كله على اي اساس؟ يعني ايه على اي اساس؟ يعني ايه اللي خلاك تفترض ان سعد البواب هو اللي عنده مفتاح القضيه وهو بس اللي عنده المعلومات اللي خليك تشتغل عليه الشغل ده كله؟ وهو انا حضرتك لقيت غيره قدامي وما فكرتش فيه؟ سبحان الله، البنت نزلت لوحدها من الاستوديو بالليل وما كانش فيه جنس مخلوق، وبعدها بساعتين جه لحضرتك بلاغ بجريمة قتل من سعد البواب، وحضرتك مشكورا اللي لفت نظري للخبث بتاع الواد ده واسلوبه الملتوي في التحقيق وقلت لي حضرتك انك شاكك فيه. اعمل ايه يا ناس؟ ده غير ان المعلومات اللي قالها لي اللي هو عادل زهران. عادل زهران؟ انت عرفت اللي هو عادل زهران منين يا دكتور؟ صداقة قديمة. مش ممكن، الحقيقة أنا مش مصدق.
يعني حضرتك مصاحب لواء في أمن الدولة وأكبر مسجل خطر في جرائم النصب؟